بص هو مبدئيا انا لو من ناصر الخليفي والفرقه ما وصلتش نهائي، وعلى الاقل لو خدت مركز تاني في النهائي، انا هجيب ليوناردو وهجيب كمان توماس توخيل وامشيهم مالطه باريس، واقول للناس انا زهقت منكم وزهقت من ام النادي ده، والله اللي انا بايع كده فاش دوري ابطال. يعني اصل انا ما وصلتش في النسخه دي فاينل، وكمان يعني نافست على اللقب يبقى العيب فيا مش العيب، انا مش جايب نيمار ومبابي وكافاني وكمان خلصت في ماريو كاردي عشان خاطر اطلع من اتلانتا او اطلع من ليزبيك، ده انا ولع فيك ولا دي الجزمه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك. واخيرا قرعه دوري ابطال دور نص النهائي والدور ربع النهائي، واخيرا دوري ابطال هيرجع. بس سيبك من الكلام ده، قرعه دوري ابطال اسفرت لنا عن خناقتين، واحده فيهم قويه جدا واحده فيهم فيها اتنين اقوياء، والاتنين الباقيين بيحاولوا يثبتوا لا ان احنا اقوياء وان احنا الشارع ده بتاعنا، ودوري الابطال دي حاجه زيها زي الدوريات، واحنا وصلنا لمستوى كبير في الدوريات بتاعتنا، فان شاء الله ربنا هيكرمنا ونتعنا بالسلامه والناس في دوري الابطال. بس الخناقه الكبيره الناحيه الثانيه فيها فرق عريقه جدا زي برشلونه، بايرن ميونخ، موجود فيهم كمان يوفنتوس، موجود كمان فيهم ريال مدريد ومانشستر سيتي. المشكله بقى ان دول وقعوا ببعض، دول وقعوا ببعض، اللي هيكسب من ماتش مانشستر سيتي وريال مدريد هيلبس في اللي هيكسب من يوفنتوس او ليون. وبنسبه كبيره جدا مش عايز افاجئك واقول لك ان ممكن تلاقي ان ليون صعب عادي معانا، موريسيو ساري بيخبط والدنيا بالنسبه له مش مظبوطه خالص، فممكن تلاقي ان ليون صعد. بس ليون لما يصعد تعرف ان في حاجه، ريال مدريد هيصعد، طالما ليون هيصعد هتلاقي ريال مدريد الصعب انك تلاقي مانشستر سيتي صعد وتلاقي لاعب ليون، ساعتها بيب جوارديولا هيطلع عادي يقول لك انا ما ينفعش انا عايز العب فرقه قويه غير كده مفيش. المشكله مش في كده، المشكله ان بعد اللي هيكسب منهم هيلاعب الكسبان من ماتش برشلونه او من ماتش نابولي وبايرن ميونخ، وساعتها هيكون بايرن ميونخ قدام مانشستر سيتي في دول اربعه، الموضوع هيكون قوي جدا، او هيكون ريال مدريد قدام بايرن ميونخ او ريال مدريد قدام برشلونه في دول اربعه، لان لو نابولي كسب برشلونه على الوضع اللي احنا فيه ده ما تتفاجئش كتير جدا. اما فكره ان تشيلسي يرجع مع بايرن ميونخ ويكسب بايرن ميونخ في المانيا 3 او 4 فريق المشمش بقى، يعمل حاجه مش كوره، احنا كده خلصنا المشمش كله، بايرن ميونخ كده كده مخلص الدنيا زي كده، ما اتاكدت ان احنا هنلاقي ليزبيك قصاد اتلتيكو مدريد، ده خلاص فرق صعدت، الموضوع بالنسبه لها خلصان، الموضوع برضه نفس الحوار بالنسبه لبايرن. اما بقى اخواتنا باريس خلاص، يعني كانوا قالوا دوري الابطال ده مش بتاعنا، هندور على اي حاجه نعملها في النادي، هنبيع نيمار وهنبيع مبابي ومطلعين كافاني، واحنا بس جايبين ماريو كاردي عشان خاطر يطلع هو الشباب ياخدوا الدوري والمدني خلاص، يعني مش عايز دوري ابطال، الفرقه دي مش بتاع دوري ابطال. فجاه كده تلاقي ربنا كرمه بالقرعه، القرعه كان مستني فيها ان هو انا هشوف الدنيا من البلد كانت عامله ازاي، بس ما توقعش ان هو يلاقي اتلانتا لما قدموا موسم خرافي في الدوري الايطالي ومطلع اسماء كبيره، بس كالعاده الاسماء اللي بتطلعها هتلاقي الفرقه في ايطاليا عايزه تاخدها، بس هي لبست في اتلانتا. وبعد ما تخلص ماتش اتلانتا قال لك بس هلبسوني فرقه كبيره، ما احنا عارفين الوضع بتاع باريس عامل ازاي، قال لك بص انا هلعبك في الكسبان من ماتش ليزبيك واتلتيكو، عايز حاجه ثانيه؟ ده مظبطها لك اكتر من الكوره السخنه بتاع ريال مدريد اللي هو هتصعد امتى بقى؟ والله هم حاطينها في ودانك، هتصعد امتى؟ اوصل النهائي واخسر يا عم الحاج، على الاقل يعني يطلع الشيخ ناصر الخليفي يقول لك انا عملت اللي عليا وصلت نهائي. هو الطريق بتاعه كان بس وصل النهائي، عملت حاجه تاني؟ اما الطريق التاني اللي هناك فطريق قوي جدا، الطريق صعب ان هي حد يتوقع اي حاجه، بس احنا بقى نتوقع صعب ليه؟ هي قرعه يعني هب واهبط، ربنا يكرمك تلاقي ان الكلام بتاعك تحقق، معناها ان انت راجل عندك رؤيه وعندك فيجن، سبحان الله يا جدع، ما تعرفش ازاي يعني شويه هب تلاقي ان انت بقى عندك رؤيه مستقبليه للمستقبل القريب والكلام البعيد ده. بص هو انا كمشجع مانشستر سيتي اتمنى ان مانشستر سيتي يكسب ريال مدريد يا عم الحاج، مفيش اي مشكله، وبما ان السيتي يكسب ريال مدريد فده معناه ان انت عديت ليفل الوحش، انك هتلاقي مثلا ساري وبيب جوارديولا قدام بعض او بيب جوارديولا قدام ليون اللي ممكن يصعد زي ما اتكلمنا، ليون سهل جدا، هو السيوينتوس الحالي صعب ان هو يكسب فرقه 2-0 ومن بيس جوان، يعني الموضوع بالنسبه له صعب جدا، خصوصا يعني في الشوارع اللي احنا بنلاقيها في دفاع يوفي، فالموضوع بالنسبه لهم ضايع خالص. اما برشلونه وبايرن ميونخ فانا عايز اقول لك حاجه، هو بايرن ميونخ تنين من ساعه الدوري الالماني ما رجع، وبرشلونه بسم الله ما شاء الله يعني عكس التنين خالص اللي موجود هناك في بايرن، يعني برشلونه بسم الله الناحيه الثانيه خالص، يعني الموضوع بالنسبه لبرشلونه ده خالص، وقاعدين نقول يا رب استرنا واسترنا واسترنا كده وما تفضحناش السنه دي ونخلص على موسم صفر الموسم، بس خلص على خير يا رب. بس اللي لبسنا بايرن ميونخ عشان خاطر ناخد درس للتاريخ والكلام ده، هنلاقي بقى ان بايرن ميونخ هيلاعب الكسبان بين مانشستر سيتي ويوفنتوس او ريال مدريد ويوفنتوس، اعتقد ان هو ان شاء الله هيكون مانشستر سيتي ونلعب قدام بايرن، ما اتوقعش بصراحه احنا هنبقى انا عايز كمان اقول لك ان شاء الله مانشستر سيتي هيكسب بايرن علشان خاطر بيب جوارديولا يقول للالمان العيب ما كانش فيه، العيب كان فيكوا ولاد الجزمه، انتوا اللي كان نيتكوا وحشه، ونلاقي بيب جوارديولا في الفاينل قدام توماس توخيل او في الفاينل قدام سيميوني، لو وصل سيميوني للفاينل مش هتكون مفاجاه، لان سيميوني سهل ان هو يكسب ليزبيك، وسهل كمان ان هو يلعب جيم دفاع ابن جزمه على باريس سان جيرمان، او ممكن يلعب جيم دفاع على اتلانتا، انا اتوقع ان اتلانتا ممكن تشد باريس عادي، دي فرقه فقره مش بتاع دوري ابطال، حتى بص هم لو سابوها تلعب لوحدها في دوري ابطال مش هياخدوا البطوله،
هتلاقي نيمار يقول لك انا عندي عيد ميلاد اختي ومبابي مش طايقهم، يقول لك انا بتفاوض مع ريال مدريد او هروح ليفربول وكافاني كده كده مشي. بص هم فرقه مفككه، بس اتمنى ان هم يورونا حاجه من السكواد الكبير اللي معاهم في الفرقه، يورونا حاجه على ارض الواقع، ورونا الواقع. بيقول لكم اتفضلوا اتفضلوا نهائي كده على الفرازه، يا رب يا رب يعملوها بجد عشان خاطر ابن الذين يفتح بان سنه على الاقل. وكمان نتمنى ان شاء الله ان احنا نلاقي، انا بتمنى ان السيتي او برشلونه في الخط اللي هم ماشيين فيه ده الاثنين يلعبوا بعض، بس لو لعبوا بعض انا هزعل على برشلونه بصراحه، لان برشلونه موضوعكم بالنسبه لها دمه تقيل بجد والله، يكون دمه تقيل. بس ان شاء الله ما اشوفش انا الكلام ده يعني، او ما اتوقعش اساسا ان برشلونه ممكن تعدي نابولي اساسا. واتمنى كمان ان هم ربنا يكرمهم كده، وبعد ما نطلع من دوري ابطال اوروبا يصفوا الفرقه، بس نصفي الفرقه. احنا جايبين بيانيتش، بيانيتش اللي هو سابكي سي يعمل اللي هو عايزه في ماتش ميلان، والحمد لله الواد كيسي جابها جون عشان خاطر يقول لك بص هو مش لعيب في بيانيتش، هو لعيب اساسا في برشلونه ده راح جاب بيانيتش، بس كلها حاجات مربوطه جوه بعض. بس هو ده يا صديقي القرعه، معنى ان في قرعه معناه ان في شويه هبد وفي شويه توقعات هتحصل، وخلاص احنا توقعنا ان شاء الله في ايه باذن الله هلاقي ان الفاينل مانشستر سيتي وباريس، او مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد. ليسبيك انا بحب جدا ناجلسمان، بس ما اعتقدش ان هو هيروح لبعيد. اما اتلانتا لو عملتها الله عليكم يا فخر الايطاليان والله، يعني ايطاليا ما جابتش حاجه غير اتلانتا لو عملتها ووصلت للنهائي. هو كده كده خط سهل جدا انك تلاقي فرقه فيه شرخات، بس لو باريس ما شرختش فيه انسى ان الفرقه تاخد دوري ابطال. وبالمناسبه يعني منك نسيت ان باريس هياخد دوري ابطال، وبالمناسبه من انك من جمهور برشلونه المعقد نفسيا، او بما انك من جمهور ريال مدريد اللي لما شفت ان في عم فرق قويه حسيت ان انا في الفخر بقى ان انا راجع اوروبا اوريكم من الكبير، مش احسن حاجه لو عملت لايك ولا مش عيب ولا حرام يعني. شكرا انك كملت معايا الهبد بتاع الست.